انتظار صافرة الحكم. وبداية المباراة اللي جيكم قلنا تجمع ما بين نادي سبور قونتري ونادي قصبة تطوان هنا في قاعدة قاعة بحدا في إطار الجولة العاشرة من شرق الشمال القسم الوطني الثاني الدوري المغربي للفوتسال. الكرة مع لاعبي نادي سبور يحيى بايكين في الكرة ديالو بسرعة تسديدة هدف شميل. الهفوات الدفاعية المستمرة ديال نادي قصبة تطوان ما يمكنش يغطي عليها الحارس محمد نوفل بوشنوت باستمرار، خاص عمل أكبر على المستوى الدفاعي. نادي سبور قونيطري عنده مجموعة من اللاعبين من ذوي الخبرة على رأسهم يحيى بايا، أكيد نادي قصبة تطوان أخطاء دفاعية وثغرات والهدف كما قلنا هدف جميل عن طريق اللاعب هشام هابيل. ما يمكنش محمد نوفل يغطي على الاخطاء ديال الزملاء ديالو، اكيد الخبره ديال اللاعبين نادي سبور غتوجد الثغرات وغتمكنهم من تسجيل هدف وبالتالي هدفين دون مقابل بعد مرور 10 دقائق على بدايه المقابله. اللاعب عبد الخالق عبدو كيسدد تصدي جميل والهدف كان تصدي جميل من الحارس محمد المتوكل، لكن اللاعب انس مصباح في المكان المناسب وكيقلد الفارق لصالح قصبة تطوان، وبالتالي بعد مرور 13 دقيقة على بداية المقابلة نادي سبور قونيطري هدفين مقابل هدف واحد فقط لصالح نادي قصبة تطوان. جميع قارات العالم وهادشي كانت تلقاو كتسدد جميلة، كانت سدد جميلة مباشرة من يحيى بايا والحارس محمد النوفل بوشنوت كيبعد خطير على المرمى ديالو محمد نوفل بوشنوت جدار المانع التطوانيين. يحيى بايا غيسدد كيفضل التمرير طارق مليان جميلة، كانت لعبة جميلة من يحيى بايا اتجاه اللاعب طارق ملياني دربك في منطقة العمليات والهدف الثالث لصالح نادي سبور قونيطري بعد مرور 29 دقيقة على بداية المقابلة. الدقيقة 29 نادي سبور قونيطري كيسجل الهدف الثالث ديالو في هذه المقابلة هذه بأقدام اللاعب طارق ملياني. تألق محمد نوفل بوشنوت صفيرة الحكم محمد رابحي يحيى بايا كيسدد الهدف بخبرة ديالو يحيى بايا يعني مستحيل يضيع مثل هذه اللقطات، والهدف الرابع لصالح نادي سبور قونيطري والأول يحيى بايا في هذه المواجهة هذه 30 دقيقة على بداية المقابلة. نادي سبور قونيطري كيتقدم بأربعة أهداف مقابل هدف واحد فقط لصالح نادي قصبة تطوان. محمد المتوكل كرة عند عمر عند بن مخنتر تسديدة من أنس وزعه الهدف، الحكم كيقول ما فيهاش هدف. احتجاج من لاعبي نادي سبور، احتجاج من لاعبي نادي سبور ولاعبي أصدقاء مارتين والحكم محمد رابحي كيعلن كيقول فيها هدف لصالح قصبة تطوان عن طريق اللاعب أنس مصباح. كنشوفوا احتجاج من لاعبي نادي سبور قونيطري، الكرة اصطدمت بالعارضة الداخلية غادي نرجعوا لها في الإعادة بعد هذه المباراة هذه. الحكم الأول عبد المجيد بن يمنى قال على أن ما فيهاش هدف، لكن الحكم الثاني محمد رابحي اللي كان قريب من اللقطة قال على أن فيها الهدف وكيأكدها وكيقول على أن فيها هدف. الدقيقة 11 من المقابلة نادي قدم محمد نوفل أمام محمد المتوكل، محمد نوفل كيسدد الهدف كيسدد يا بنجاح محمد المتوكل كيسدد اللقطة الأخيرة والحكم محمد رابحي كيعطي الأوامر ديالو بإعادة اللقطة. كنشوف احتجاج قوي من لاعبي نادي سبور قونيطري، كان تصدي جميل من محمد المتوكل محمد نوفل بوشنوت كيسدد محمد المتوكل الهدف المقابلة هذه. محمد نوفل بوشنوت الحارس كيقلص الفارق دقيقة 11 و50 ثانية من المقابلة، أربعة أهداف مقابل ثلاثة، المقابلة كتشتعل على بعد 8 دقائق من النهاية. نادي سبور أربعة أهداف، نادي قصبة تطوان ثلاثة أهداف. دقيقة وفي انتظار دقيقة أخرى تسديدة مباشرة من يحيى بايا كانت جميلة ومحمد نوفل بوشنوت كيستمر وكينقذ الفريق ديالو قصبة تطوان من تلقي المزيد من الأهداف. الكرة عند أنس ناصر لاعب هدفين اللاعب الشاب اللي لفت الأنظار ديالو المتابعين في هذه المقابلة طويلة. هدف جميل لعبة جميلة من لاعبي قصبة تطوان وعميد فريق محمد عمر بوعزي كيعدل النتيجة على بعد دقيقتين من نهاية المقابلة. لعبة جميلة من لاعبي قصبة تطوان كما قلنا هدفين متتاليين عطاهم شحنة معنوية إيجابية وبالتالي ولكن بان معنا أن هدف لا شيء وكيت عندهم إمكانية التعديل والمقابلة كتستعد التعادل الإيجابي أربعة أهداف مقابل أربعة بين نادي سبور قونيطري ونادي قصبة تطوان تقريبا أقل من دقيقتين على نهاية المقابلة.
المقابله حيا بايا كيفاش المراوغه كيسددها وتصد جميل. كانت سيده مباشره من حيا بايا كيحط بقوه على تسجيل هدف التعادل، لكن حارس خاطر تطال محمد اللاعب سابق قناتري 15 ثانيه على نهايه المقابله انس ناصر مشات عند يحيى بايا كيسددها هدف التعديل. انس ناصر لقطه فنيه جميله، سديده جميله مباشره قويه، وكان سجل الهدف الخامس. الكره عند زكريا المخنطر، هذا تسديد مباشر ومقطوعه، ونهايه المقابله، نهايه المقابله بفوز نادي السابو قنيطري 5-4 امام نادي قصبه تطوان. كان معكم في هذا المثل المباشر من قاعه الوحده المهدي القشيني، ونضرب لكم ان شاء الله. مسؤوليات اللي بساط ان راشيره بقى 5 ثواني وماركينا البيت الاخر، وضروري ما احنا ما عندنا ما نديرو التعادل، كون واخا كون تعادلنا ما عندنا ما نديرو التعادل، وتا هما كان عندهم ما يديرو التعادل، دونك ما ضروري كان غادي تاخذ قرار باش وجاب الله تيسيرو تماركات والحمد لله بعد جبنا 3 بوينت، وضروري غادي تكون قويه حيت هما راه فرقه الاخر تلعب باش ما تبقاش في مؤخره الترتيب، وحنا راه حنا كذلك راه حنا نلعبوا باش نطلعوا، داكشي علاش كانت مقابله صعيبه. ماشي كانت صعبه، كانت جد صعبه هاد المقابله ديما، كانت صعبه حيت البحنات الاخر، حيت كاين شويه ديال العيا عند الدراري، شويه ديال الارتباك، شويه ديال شحال من حاجه. الحمد لله قدرنا نجيبوا الفوز حتى الاخير ثواني. الحمد لله تنبغيو نشكروا الدراري اللي قدموا، ماشي دراري الرجال اللي قدموا هذه المقابله، كانت جد 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 مستحسنه. الحمد لله تنبغيو نشكروا السي المدرب محسن زيتون ولا السي يحيى بايا ولا السي رشيد على هذه المجهودات اللي تيبذلوا منا وتوفروا لينا كاع داكشي اللي خصنا باش نكونوا كونسونطري باش نربحوا المقابله ان شاء الله. اول حاجه تنبغي نشكر السي عبد الهادي زيتون ولا سي دريسان موس على الفرصه اللي عطاوني وتمت المنادات عليا من طرف ديالهم. اكيد ان شاء الله باش ندخلوا ان شاء الله لد المنتخب ديال العصبة ضروري نبينوا كل ما عندنا باش نطمحوا ونزيدوا نطمحوا اكثر واكثر واكثر باش نبينوا اكثر ما عندنا باش ننالوا اعجاب للسي للاطار الوطني السي الماعوني ولا الاطار الوطني السي هشام الدقيق ان شاء الله. باش جي لنا المقابله، اصلا حنا عندنا مشاكل كثيره في تطوان، العامل اللياقه البدنيه ضعيف مره، بريباراسيون هذا العام ما خدمناش بريباراسيون، لي صال كوفرت كاملين مجدودين في تطوان، حنا كنبقاو نقلبوا على الساعه شحال عادش كنجبروا حصه تدريبيه، يعني حنا فيزيكمون ماتشات تقريبا كاملين خسرناهم بنفس الطريقه، حتى الثواني الاخيره عندي انا الماتشات ديالنا نفس الشيء، يعني ما قدرناش نجيروا الماتش حتى اخر الرامق ديالو. اللياقه البدنيه هي لاباس، هي الاساس، الكل كيعرف بان اللياقه البدنيه هي الاساس، عاد كتجي العوامل الاخرى التقنيه والتكتيكيه والمونطال كذلك، حنا لاباس ما عندناش فهمتي، هذا الشيء اللي شتي هذا يعني هذا الشيء اللي فيزيكمون ديال الله، هذا الشيء ماشي فهمتي ماشي، حنا في تطوان عندنا ظروف، انت كما كتلاحظوا فرق تطوان كاملين عندهم واحد الروتار باستثناء جمعيه المرتيل واجاكس تطوان شويه مزيانين. حنا بريباراسيون ما خدمناش الصفه نهائيه، زائد ليفيكتيف ناقصين شويه ديال الاكسبيريونس، ما كيماركيوش كيضيعوا اهداف، كيرتكبوا اخطاء فادحه، تباقي كيلعبوا مزيان، الكره كيبانوا لك كي مزيان، كيانيميو مزيان، اتاك بلاسي كيتحركوا كل شيء، الاهم ما كاينش، هذا الشيء يخصو شويه الخبره وشويه الاعدادات، التحكيم كان مزيان، هذيك الاخطاء هذيك الاحتجاج ديالنا كان زعما فارغ، هذيك الحمراء كاينه. فعلا حتى هما الاحتجاج ديالهم ما عندهم حتى شي علاقه، لان الحارس تحرك في واحد الوقت اللي كان ما خصوش يتحرك وتعاودت الكره، يعني عامل الاعصاب وصافي، ما كاين حتى شي حاجه، الحكام كانوا في المستوى صراحه.